اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أسرة قناة المجلة تتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا. أسد علي وفي الحروب نعمة، أدخاء تشفل من صفير الصافر. كانت هند بنت النعمان من أجمل نساء العرب في زمانها، تفوق مثيلاتها حسناً وجمالاً وفصاحة. ويروى أنه قد سمع عن جمالها الحجاج بن يوسف الثقفي فتزوجها وهي له كارهة، فلم يكن الحجاج في زمانه يرفض له طلب خشية غضبه وجبروته، وبذل الحجاج لها مالاً كثيراً وجعل مؤخر صداقها 200,000 درهم، ومكث معها زمناً. وذات يوم دخل عليها وهي تتأمل نفسها في المرآة فسمعها تقول: وما هند إلا مهرة عربية تحللها بغل، فإن ولدت فحلا فلله درها، وإن ولدت بغلا فمن ذلك البغل. فلما سمع الحجاج ذلك انصرف راجعا وبعث إليها عبد الله بن طاهر يطلقها، فذهب إليها وقال: يقول لك الحجاج إن لك عليه الصداقة 200,000 درهم، وقد أحضرتها معي وقد أوكلني في طلاقك. فقالت له: يا ابن طاهر، إنا كنا معه فوالله ما فرحنا به يوما، وإن تفرقنا فوالله لا نندم عليه قط، وهذه 100,000 درهم هدية بشارة خلاصي من كلب بني ثقيف. وعرف بقصتها عبد الملك بن مروان فأعجبته بعد الذي سمعه عن جمالها وفطنتها، فتقدم لخطبتها، إلا أنها أرسلت له كتابا قائلة: بعد السلام والثناء، اعلم يا أمير المؤمنين أن الإناء ولغ فيه الكلب. فلما قرأ عبد الملك الكتاب ضحك وكتب لها: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7. فلما قرأت كتابه كتبت إليه: لا أجري العقد إلا بشرط، فإن قلت ما الشرط؟ أقول أن يقود الحجاج محملي إلى بلدك حافياً بملبوسه الذي كان يلبسه قبل أن توليه أميراً. فلما قرأ عبد الملك الرسالة وافق على ما جاء فيها وأمر الحجاج بذلك. فذهب الحجاج إلى بيت هند فركبت المحمل وركب حولها جواريها وخدمها، وترجل الحجاج وهو حافي القدم وأخذ بزمام البعير يقوده. فضحكت هند وهي تحادث وصيفتها، فقال لها الحجاج: فإن تضحكي مني فيا طول ليلة تركتك فيها كالقباء المفرج. فردت عليه على الفور قائلة: وما نبالي إذا أرواحنا سلمت بما فقدناه من مال ومن نشب، فالمال مكتسب والعز مرتجع، إذا النفوس وقاها الله من عطب. وعندما وصلت إلى بلد الخليفة عبد الملك ألقت دينارا على الأرض وقالت للحجاج: أيها الجمال، قد سقط منا درهم فارفع. فنظر الحجاج إلى الأرض وقال: إنه دينار وليس درهم. فقالت هند: الحمد لله الذي أبدلنا بالدرهم دينارا. فلما وصلوا إلى عبد الملك بن مروان احتفل بها احتفالا كبيرا وأولم ودعا كل الوجهاء ومن ضمنهم الحجاج، ولكنه تأخر عن الدعوة. وبعد الوليمة أرسل عبد الملك للحجاج يسأله عن عدم حضوره، فقال الحجاج للرسول: قل لأمير المؤمنين إن الوليمة قد فاتتني، ونحن قوم لا نأكل فضلات الرجال. ففهمها عبد الملك وقرر ألا يدخل على هند أبدا. فبلغ هند كيد الحجاج عند الخليفة فاحتالت لذلك، فأرسلت إليه وأمرت الجواري أن يخبروها عند قدومه. وعندما أتاها قطعت عقد اللؤلؤ الذي ترتدي ورفعت ثوبها لتجمع فيه اللآلئ، فلما رآها عبد الملك فتنه جمالها، فقالت وهي تنظم حبات اللؤلؤ: سبحان الله. فقال عبد الملك مستفهما: لم تسبحين الله؟ فقالت: إن هذا اللؤلؤ خلقه الله لزينة الملوك. قال: نعم. قالت: ولكن شاءت حكمته ألا يستطيع نظمه إلا الغجر.
فقال مبتسما: أجل والله، قبح الله من لامني فيك.